أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن ظاهرة مرضية اجتماعية وهي الحسد، وعادة ما تنتشر هذه الظاهرة حينما تكون هناك فوارق طبقية في أمر ما يقتضي أن يكون أحد الطرفين تقع عينه على ما عند الطرف الآخر ويتمنى زوال هذه النعمة من عنده، سواء كانت نعمة مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. هذه الآية المباركة تتحدث عن سلسلة الأنبياء ومجموعة الشانئين والحاسدين في داخل المجتمع، وكيف أن أعينهم تقع على ما عندهم من فضل، لا يحتمل فضلا نعمة كرامة تكون عندهم. وقد ورد في تفسير العياشي في الخبر الذي ينقله بإسناده عن أبي الصحاح يقول: نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال، يعني أهل البيت. نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال، أنفال الحرب، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم. ثم يقول: ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أي أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقعوا تحت عين الحسد من مجموعة في داخل المجتمع يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله. ثم يقول: والمراد بالكتاب هنا النبوة، وبالحكمة الفهم والقضاء، وبالملك العظيم افتراض الطاعة. أن يعيش الإنسان هذا المرض في داخله عبارة عن حالة نفسية تشعره في داخله بالتمني، والتمني حالة نفسية داخل النفس، يتمنى لو أن تزول هذه النعمة منه، يتمنى أن لا تكون هذه الفضيلة له،
يتمنى أن لا تكون الكرامة لهذا الشخص أو لهؤلاء الأشخاص. لكن الذي حصل لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن على مستوى التمني. تمني زوال نعمة الغير الذي هو الحسد أمر مذموم سيء، وأسوأ منه أن يتحول هذا التمني إلى سلوك يمارسه الإنسان في مقابل الآخرين. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عانوا الكثير الكثير من هؤلاء الحساد والشانئين، لا يحتملوا لهم فضيلة. ما يقدروا يشوفوا عند أهل البيت فضيلة، ما يحتملوا يشوفوا لهم كرامة، لا يرون أهل البيت في خير، ما عندهم راحة. هؤلاء الشانئون الحاسدون لهم هكذا يصنعون. وأول الأئمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه استكثروا عليه أن يولد في جوف الكعبة. علي يولد في جوف الكعبة حتى لو أن الحدث سارت به الركبان، ما دامت القضية ترتبط بعلي فعلي لم يولد في جوف الكعبة. وإن قبلنا أن عليا ولد في جوف الكعبة فهو لم يكن الوحيد في الدنيا الذي ولد في جوف الكعبة. اخترعوا لهم شخص حكيم ابن حزام وقالوا هذا هم ولد في جوف الكعبة، فإذا أعددتم هذه الفضيلة لعلي فحكيم كذلك له هذه الفضيلة. يستكثرون على علي أن يولد في جوف الكعبة وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذا تبصرنا هذا الأمر، يعني الأمر مو غريب، لما يجوا إلى آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يكون مصداق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من شدة الحقد والبغض اللي قلت لكم الحسد يتصاعد يتفاعل في داخل الإنسان ويتحول إلى سلوك، حول إلى إنسان حاقد. هذا الحقد يغلي في داخله يمارس أبشع الجرائم في الطرف الآخر. يقولون هاي الآية نازلة في عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الإنسان قام بعمل جبار ونزلت فيه الآية يقتل علي بن أبي طالب، مو مشكلة وعلي بن أبي طالب. حسد لما يتحرك في داخل الإنسان يتحول إلى حقد يغلي في داخله، والحقد والبغض يعمي ويصم الآذان، فيمارس هذا الإنسان أبشع الجرائم، ما يتوقف عن شيء. قضية ولادة أمير المؤمنين في جوف الكعبة لا تحتاج إلى دليل وبرهان. لما يجي الحاكم في مستدرك الصحيحين ويتكلم عن هذه القضية ويقول تواترت الأخبار، ما عندنا من الأخبار المستفيضة والمتواترة، مو عندنا، عند الفريقين، تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أو ولدت أمير المؤمنين كرم الله وجهه في جوف الكعبة. يقول الرجال يقول متواترة وغيره، يعني الحاكم في المستدرك يقول عدد من العلماء يذكرون هذا الكلام. نور الأبصار شبلنجي في نور الأبصار يقول الفصول المهمة لابن الصباغ كفاية الطالب للكنج الشافعي، مناقب الإمام علي لابن المغازلي وغيرهم من ذكروا هذا الحدث. وهذا الحدث بمجرد أن وقع تحدثت به قريش عند أفواه السكك حتى المخدرات في خدورهم. لكن مع هذا يجينا مثل
ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا الرجل يعتبر فيه شيء من الإنصاف، هذا شارح نهج البلاغة لأمير المؤمنين. وإذا تقرؤون مقدمة الكتاب خير من كتب في مقدمة شرح نهج البلاغة هو ابن أبي الحديد، دفاع مستميت على أن هذا الكتاب أي نهج البلاغة ليس هو من صنع الشريف الرضي، وإنما هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما يجي لهذه الفضيلة، ولادة علي بن أبي طالب في جوف الكعبة، يقول، يشكك في الموضوع، يقول كثير من الشيعة يزعمون أنه ولد في الكعبة، يعني علي بن أبي طالب يزعمون الشيعة أنه مولود في الكعبة، والمحدثون لا يعترفون بذلك. يعني الحاكم في المستدرك مو محدث، الجنجي مو محدث، ابن المغازلي مو مؤرخ، وهكذا دوالي. يقول المحدثون لا يعترفون بذلك ويزعمون أن المولود في الكعبة هو حكيم ابن حزام. هذا الخبر اللي ساقوه بأن حكيم ابن حزام مولود في جوف الكعبة كما علي، هما بعضهم يقولون علي غير مولود في الكعبة، المولود هو حكيم ابن حزام، وبعضهم يخففوا الوطأة يقولوا لا، علي مولود في الكعبة وحكيم ابن حزام أيضا مولود في الكعبة. هذا الخبر لا يبلغ حد التواتر، ضعيف، رواه اثنان هما ابن بكار اللي هو الزبير ابن بكار ومصعب ابن عبد الله، يصير عم الزبير، ذولين هواهم زبير، واذا عرفنا هواهم زبير اتضحت المسألة. وهذا هم اللي خلوه حكيم ابن حزام نفس التيار، نفس الامتداد، هو طبيعي ما لا يهدأ لهم بال أن يكون لعلي فضيلة، يسحبونها من عنده يعطونها حكيم ابن حزام. إشارات سريعة فقط، من هذا حكيم ابن حزام؟ حكيم ابن حزام بالإضافة إلى كونه من أبناء عمومتهم ومن التيار الزبيري، ما أسلم هذا الرجل إلا في سنة الفتح، عام الفتح، لما دخل الرسول صلى الله عليه وآله فاتحا مكة، شافوا الجيش الكبير الممتد، ودخل الرعب في قلوب هؤلاء الذين كانوا في جحور مكة ولم يسلموا، يشتغلون طابور خامس، لما شافوا النبي داخل مكة وجيش كبير كلهم أسلموا، من ضمن هذا الرجل حكيم ابن حزام، هذا واحد من الناس الذين أسلموا في عام الفتح. أيضا كان من المؤلف قلوبهم اللي يصرفون عليهم حتى يقربون قلوبهم، هذا واحد منهم. كان معروف بالاحتكار، حكيم ابن حزام كان يحتكر الطعام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله يمر عليه وينهاه عن الاحتكار، وكان يحتكر الطعام وبيعه، يعني يمارس الحرام ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد تلكأ عن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولم يشارك في شيء من حروبه. كان يقولون معروف هذا الرجل من الطابور الخامس، من المنافقين اللي يشتغلون في تضعيف جيش المسلمين في أيام حروبة، خصوصا في حنين وبدر. من الطبيعي جدا أن تجد من يخترع مثل هذه الفضيلة لحكيم ابن حزام في مقابل الفضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لو سلمنا جدلا، نخو مو مشكلة، لنفترض أن حكيم ابن حزام وغير حكيم ابن حزام ولد في جوف الكعبة، ما تضيروا في ذلك، خلي يولد ألف واحد، مليون واحد، هذا أبدا لا يغير ما لهذه الفضيلة والكرامة والأمر الذي اختص به أمير المؤمنين، لا يغير منه شيء إذا لاحظنا الحيثيات.
حيثية ولادة أمير المؤمنين تختلف عن ولادة غيره. هل لحكيم ابن حزام أم كفاطمة بنت أسد؟ هذه امرأة تقطر إيمانا، وعاء طاهر. هل حكيم ابن حزام لما اجت أمه تريد تولد، لنفترض جدلا، تلده في جوف الكعبة، انشق لها جدار الكعبة ودخلت من الجدار، هل بقيت أم حكيم أو غير حكيم في داخل الكعبة 3 أيام؟ هل أكل حكيم من طعام الجنة وأرزاقها في جوف الكعبة؟ أبدا، كل هذا ما كون نشيء. شلون نقارن بين ولادة حكيم ابن حزام وبين ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني بمجموع الحيثيات التي لابست واقترنت بولادة أمير المؤمنين تكون فضيلة نادرة، على حتى تعبير كتبهم الحاكم في المستدرك وغيره ذكروا أنه لم يولد في جوف الكعبة سواه، لا من قبل ولا من بعد. بس علي المولود في الكعبة بهذه الحيثيات. ولذلك يقول في الرواية المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان فناء الكعبة العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب، يقول كنا بإزاء بيت الله الحرام جالسين ما بين فريق من بني هاشم وفريق من بني عبد العز، واحنا قاعدين وإذا بفاطمة بنت أسد أتت، وكانت في الشهر 9، فوقفت بإزاء الكعبة وقد أخذها الطلق، فرمقت السماء بطرفها وقالت: أي رب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من كتب ورسل. تفتوا، هذا بعد الإسلام ما جاء، الإسلام بعد ما جاء. هذه فاطمة بنت أسد، هذه مرأة عظيمة، مو فقط لأنها ولدت الإمام علي، تمتلك من الإيمان ما لا يمتلكه غيرها. أي رب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من كتب ورسل ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل الذي بنى بيتك العتيق. هذا بيان للشهادة ودرجة الإيمان التي تمتلكها فاطمة بنت أسد. إلى هني فاطمة كبقية بني هاشم النبي صلى الله عليه وآله البيت، استثني منهم بس واحد، والبقية من أعمام النبي واحد، والبقية كلهم على ملة إبراهيم. أما ما تقوله الآن هو موضع التعجب والاستغراب. فأسألك توسل، تتوسل وهي في حالة الطلق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، بيت معظم، بيت سامي، حتى قبل الإسلام الناس تعرف مكانة الكعبة المشرفة، تعرف مقامها، تعرف عظمتها، لما يقصد بها إنسان لها من المقام السامي. إني أسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وهذا المولود أو الجنين الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه إلا ما يسرت علي ولادتي. سامعين أمهاتنا من حالة الوضاعة شي يقولون، شي يقولون أمهاتنا في حالة الطلق؟ يا علي، حتى غدت مو عند الناس، مو احنا إمام البحارنا، مو يقولون هذه متعلمينها ممن؟ من سيدتهم فاطمة بنت أسد، هذه أستاذتهم، هي اللي معلمة نسوان لما تجيكم ساعة الطلق. هي فاطمة أسد ما بعد ما وضعت وما تعرف الوليد اللي في بطنها، بس تعرف أنه له من المقام السامي
والمكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى لو توسلت به ما رد الله لها دعاء. تقولوا أنا في بطني هذا الجنين الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه. تعلمهم لما يجيكم ساعة الطلق يكون الاستغاثة بمن؟ بعلي صلوات الله وسلامه عليه. فخاطب: فأسألك بحق البيت ومن بنى، وبحق الجنين الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول العباس ويزيد: ما أتمت دعاءها وإذا بالبيت قد انفتح من ظهره. آخر خمس دقائق لو أقطع خمس دقائق. ودخلت فاطمة ويقول وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة التزقت بإذن الله سبحانه وتعالى. فرمنا، توجهنا وين؟ فرمنا أن نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا. أمرية جاية في حالة طلق وداخلة داخل الكعبة، راح تتنفس، تصاب بالضعف، تحتاج من يعينها، من يساعدها على ذلك. يقول هذا العباس بن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب: رمنا الباب، رحنا الى الباب نحاول فتح الباب حتى نساءنا يساعدونها على، فلم ينفتح الباب. فعلمنا ان ذلك امر من الله، مسألة مو طبيعية، خرجت عن دائرة وسعنا. انشق الجدار وتدخل فاطمة بنت أسد، نروح للباب، الباب لا يقبل الانفتاح، ويبقى على هذا الحال. وبقيت فاطمة في جوف الكعبة 3 أيام. يقول العباس ويزيد: وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك. يعني هذا حدث ما يحتاج يغمضون، ما يحتاج يغطونه، ما يحتاج نسبون لأحد. أهل مكة يتحدثون في أفواه السكك وتتحدث المخدرات في خدورها. الكل يتكلم شنو اللي صاير. هذا الأمر بعد 3 أيام كانوا ينتظرون، أهل مكة كلهم ينتظرون شنو اللي صاير داخل الكعبة. في اليوم الثالث انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه فاطمة، فخرجت صلوات الله وسلامه عليها وهي تحمل على يديها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بس الناس بس الناس داخل ذهنها كثير من الأسئلة والاستفهامات. فاطمة بنت أسد لما دخلت في جوف الكعبة من وين تأكل؟ أمرية لتوها تنفست، ضعيفة حال، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، من أين يأتيها الطعام؟ وإذا بها تخاطب الناس: معاشر الناس، إن الله اختارني من خلقه وفضلني على المختارات ممن مضى قبلي. كانت تشير إلى آسيا وإلى مريم: لأني ولدت في بيته العتيق. كل هذا حدث نادر،
مو كل واحد، لأني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأرزاقها. أول طعام حليب بعد يريد إمام علي، أول طعام يتكون من أول شراب يدخل في جسد علي من وين؟ صناعة من الجنة. احنا سامعين بالسنخية والحديث اللي دائما نذكره، لو لم يكن لفاطمة كف إلا علي لم يكن لها من كف. ما حد لها كف، لازم يصير شيء مسانخ لها. فاطمة تكوين نطفتها لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بأمر من السماء أن يعتزل خديجة بعد 40 يوم، جلاء أكل من الجنة، تتكون نطفة فاطمة من طعام الجنة. يقول كنت إذا أحببت أن أشم ريح الجنة شنو أشم؟ فاطمة. هذا التكوين تكوين جناوية. وعلي بعد يتكون جسد دمه ولحمه وعظمه من ثمار الجنة. فاطمة لما كان أبوها مشغول بالتبليغ والدعوة وخديجة بوحدها بالبيت مستوحش الوضع، نساء قريش هجرنها، قالت متزوجة واحد يتيم، احنا ما نجي عندك، صارت بوحدها والنبي مشغول بدعوة، عينه على زوجته، عينه على الدعوة، وين نروح؟ في يوم من الأيام يدخل عليها، ماذا تقول؟ اسمح تتحدثي واحد مع من تتحدثين؟ قالت أتحدث مع الجنين الذي في بطني يكلمني ويؤنسني بحديثه. وفاطمة بنت أسد شو تقول؟ تقسم على الله بالجنين الذي في بطنها الذي يكلمها ويؤنسها بحديثه. هذه السنخية بين الطرفين. وعلي بن أبي طالب لم ينسى الفضل للكعبة، دين، فتح جدارها تستقبل فاطمة بنت أسد 3 أيام ضيافة في داخل جوف الكعبة هو وأمه. لما اجوا فاتحين يوم الفتح في عام الفتح، اول ما قام به ارتقى على عاتق النبي صلى الله عليه واله ليحطم الاصنام صنما صنما ليزيل كل ثقل عن الكعبه. جئتك فانا مدين لك حين ولادتي. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينبهنا واياكم من نومه الغافلين، وان يثبت اقدامنا واياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأعتذر الزيادة.